يعني لزميل وهي عبد الهادي من بلجيكا مباشر، ولقاء ليرس البلجيكي وسيركل بروج، ومهيب ظهر قدامنا على الشاشة اهو بالزي الجديد والطقم الجديد. اتفضل يا مهيب. شكرا ليك كابتن سيف، وشكرا لكل مشاهدي في زون الحياه. بالفعل يمكن مباراه مرتقبه ما بين ليرس وسيركل بروج طبعا في الدوري البلجيكي. هنكون معاكم تغطيه خاصه جدا النهارده وبكره ان شاء الله باذن الله، وتغطيه لكل اخبار ليرس البلجيكي، ومباراه هامه ومصيريه كابتن سيف. طبعا كلنا عارفين ان دي المباراه الرابعه اللي بيلعبها على الهبوط. سيركل يمكن فاز في مباراه وليرس فاز في مباراتين. هنتواصل معاكم من ليرس، وتغطية كبيرة جدا جدا لليرس وأجواء ليرس وكل اللعيبة المصريين. في أربعة مصريين بيلعبوا في نادي ليرس البلجيكي، طبعا أبرزهم يمكن كريم حافظ وأحمد سيد زيزو، دول اللي هيبدأوا النهاردة المباراة وهيشاركوا في المباراة، وفي متابعة من الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للاعبين الموجودين في ليرس البلجيكي. طبعا أربع لاعبين مصريين على مستوى عالي جدا جدا جدا، ويعني عاملين شغل كبير جدا هنا في بلجيكا، وعارفين ان طبعا يمكن كلوب بروج هو اللي بينافس على لقب الدوري البلجيكي مع جينت ومع ايضا اندرلخت البلجيكي. هنكون معاك كابتن سيف لحظه بلحظه وتغطيه لمباراه ليرس وسيركل بروج في طبعا التصفيات النهائيه من اجل البقاء في الدوري البلجيكي، وايضا الصرح الكبير المعمول اللي كلنا بنفخر به. مهندس ماجد سامي هيكون متواجد معانا ايضا، وتغطيه كبيره جدا وطور ايضا كبير جدا هنعمله هنا من خلال شبكه تلفزيون الحياه، وتغطيه كامله لفريق ليرس ايضا في الدوري البلجيكي وكل اخبار الدوري البلجيكي. بنخلكم بنطير بيكم في كل مكان عشان نعرف كل اخبار الدوريات العالميه، وايضا ليرس يستحق المتابعه زي ما قلت النهارده. هنحاول بس الارسال قطع مع مهيب، هنحاول نرجع تاني. عايز اقول لكم ان مهيب الشهر الجاي ان شاء الله تغطيه كامله زي ما قلت لكم، موجود في بلجيكا، هيطير لايطاليا، في ان شاء الله باذن الله مفاوضات مع محمد صلاح، هيغطي من هناك برضو مهيب، وهننقل لكم صوره كامله من عند حجازي. هنروح ان شاء الله باذن الله برضو في كلام كبير ان احنا نكون موجودين في البرتغال الفتره القادمه، يعني الشهر الجاي بنلف العالم ورا الشباب بتوعنا او ورا رجالتنا او ورا اي فريق فيه لاعب او لاعبين مصريين، هنروح نغطي بشكل كامل وهننقل لكم. هيكون معانا مهيب عبد الهادي من هناك تغطيه يعني دقيقه بدقيقه، سواء في بلجيكا، سواء في البرتغال، سواء في ايطاليا مع محمد صلاح او حجازي، يعني ان شاء الله باذن الله هتشوفوا مهيب هيلف العالم الفتره الجايه. اتفضل يا مهيب. المشاهدين يستحقوا طبعا ان احنا نعمل اكتر من كده، ومن خلال ملاعب اليوم متابعتنا الكبيره لكره القدم المصريه وايضا الدوريات المصريه وايضا لاعبينا المحترفين في الخارج، وزي ما قلت لك اربع لاعبين محترفين في ليرس البلجيكي يستحقوا طبعا المتابعه. ويمكن دي اجواء الملعب، احنا يعني ساعه بالظبط وتبدا المباراه الهامه ديت، وزي ما احنا شايفين يمكن الامطار هنا يمكن بتهطل في ملعب ليرس، لكن اجواء جميله جدا. هنكون معاك ومعانا متابعه لوصول اللاعبين وايضا غرف الملابس، وهيكون معانا ايضا لقاءات مع اللعيبه زي ما قلت لك اللعيبه المصريين اللي هم بيشاركوا مع ليرس. كريم حافظ ده اعتقد هو هيبدا المباراه النهارده مع احمد سيد زيزو، ده من اللاعبين الكويسين جدا جدا جدا. ايضا في احمد القناوي، احمد حسن، ده من اللاعبين ايضا اللي موجودين، وهيكون معانا محمد هلال، ده اصغر اللعيبه المصريين كلهم مواليد 96، وزي ما قلت لك كابتن سيف كان معايا كابتن اسامه نبيه، والجهاز الفني بيتابع لعيبه منتخبنا الوطني هنا في ليرس البلجيكي، وايضا هيكون معانا زي ما قلت لك المهندس ماجد سامي عشان يقول لنا اخر الاخبار في ليرس البلجيكي. طبعا يمكن محمد هلال احد اصغر اللعيبه اللي موجودين في ليرس البلجيكي، برحب بيك على هواء مباشره من خلال كابتن سيف والملاعب اليوم، واعتقد جو جميل وحاسس ان انتم فرحانين ان احنا موجودين معاكم النهارده. اكيد طبعا، اول مره حد يجي لنا هنا و
يعني ان التلفزيون يجي يصور معانا وحد يعني الناس بدأت تهتم بينا. لا انا لسه بقول للكابتن سيف في متابعه من الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني ليكوا هنا ومتابعين ماتشاتكم، وايضا هيكون في متابعه من خلالنا وهنعمل لهم تقرير لان انتوا تستحقوا لانه عاملين جو كبير جدا هنا في ليرس. ربنا يخليك، وطبعا ده حاجه كويسه ان لما حد يهتم بينا، نسمع ان حد مهتم بينا اكيد بنعمل اكتر، وحاجه كويسه ان تديكوا دفعه. اكيد حاجه، وماتش مهم كمان وان انتوا جيتوا في حاجه تدينا دفعه. لو كسبتوا النهارده هتفضلوا في الدوري 80%. 80% يعني لسه في ماتشات، في ماتشات ثانيه لازم. انت لعبتوا ثلاث ماتشات، انتوا كسبتوا ماتشين وسيركل كسب ماتش. احنا فاضل كده، المفروض ان فاضل ماتشين بس. احنا لو كسبنا الماتش ده يبقى هم كده هينزلوا. قول لي كريم حافظ هيبدا النهارده واحمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو وكريم هيبداوا وانا واحمد حسن على دكه البدلاء. طب قول لي انت عاملين ايه هنا، ايه الاجواء هنا بتاعتكم؟ سامعين ان في حد بيتابعكم من منتخبنا الوطني والجهاز الفني الجديد كوبر وكابتن اسامه نبيل كابتن احمد نجم. هو احنا اول مره، انا لسه سمعت من يومين. انا سمعت ان هم مهتمين وان في حد على ما اعتقد ان هو جاي النهارده. فدي حاجة كويسة لينا طبعا وتدينا دفع كبير. أنا سامع إن أحمد سيد زيزو عامل شغل كبير هنا. هو كان بيلعب أصلا من السنة اللي فاتت. بيلعب من السنة اللي فاتت. لما كان كابتن حسام غالي هنا. كان بيكلمنا على حسام غالي. كابتن حسام غالي طبعا يعني بعت لنا إن إحنا ماتش كويس، وبعت لنا النهاردة رسالة يعني. والله بعت لكم رسالة؟ ليكوا كلكوا ولا لحد؟ لينا كلنا. يعني متابع حسام غالي. طب ده شعور أكيد كبير جدا. طبعا حاجة، كابتن حسام غالي طبعا لعيب كبير جدا وبحبه جدا. انت بقالك قد ايه هنا؟ بقالي سنة ونص. سنة ونص. بس انت مكسوف قوي. لا أول مرة يعني كده. انت مواليد 96 صح؟ لا 5. 95. كنت بقى كنا بنلعب أصلا، رحنا منتخب الشباب اللي هو بتاع كابتن علاء ميهوب. انت كنت في منتخب الشباب؟ كنا في منتخب الشباب ولعبنا الماتش اللي هو في السودان وبعد كده ماتش الكونغو بس ما روحتش يعني. تمام. يعني لو احنا انت على الهواء مباشرة، لو عايز تبلغ أي رسالة بقى لأسرتك وللناس اللي بتتابعك من خلال التلفزيون الحياة، واحنا معاكوا على الهواء من ليرس من بلجيكا، ومباراة مهمة جدا وفي 4 مصريين هيلعبوا النهاردة في هذه المباراة الهامة. حاجة كويسة جدا، وبقول لهم يعني بقول لحضرتك شكرا، وشكرا لكابتن سيف ان حضرتكم جيتوا النهارده، وحاجة تدينا دفعة كبيرة جدا، ويا رب نكون عند حسن. هنصور الماتش وهنذيعه عايزين شغل جامد ان شاء الله. بالتوفيق. بالتوفيق ربنا. كابتن سيف يعني فرحة كبيرة جدا للعيبة المصريين فعلا. الراجل ده يعني مكسوف ليه مهم كده؟ اول ما دخلت وهم يعني زي ايه ما صدقوا ان شافوا حد مصري عمالين احضان وبوس وفرحانين جدا بمتابعة قناة الحياة ليهم هنا. او انا بقول لك مكسوف جدا جدا، صغير يعني، صغير ومخضوض واول مره يسجل، وعايز اقول لك لعيبه على مستوى عالي جدا يعني. في واحد من اللعيب من الاربع لعيبه اللي عندك على رادار منتخب مصر يستحقوا ان احنا نيجي هنا ونتابعهم ونشوف كل اخبارهم. ايضا هيكون لنا متابعات مع احمد حجازي ومحمد صلاح والمحمدي وكل سيف ده اكيد يعني. هم يعني اثنين مش واحد طبعا. احمد سيد طيب نحاول نرجع الحقيقه لمهيب تاني.